هنجيلها نشوف بقى الكابتن عماد متعب في اون سبورت شايف الخساره دي حصلت ليه. عماد متعب، هل نجح كارترون في استعمال دكه البدلاء في الوقت المناسب ولا لا؟ النهارده يعني في البدايه اقول مبروك لنادي الاتحاد وهارد لك للنادي الاهلي. انا شايف التغيير الاخير كان متاخر شويه، محمد شريف كان محتاج يبقى بدري شويه، محتاج ان محمد شريف ينزل بدري شويه لان الوقت مش هيسعفه. هو نزل في الدقيقه على ما اعتقد 82، اللعيب بيبقى محتاج وقت اطول عشان يدخل في المباراه، وكمان نتيجه المباراه كانت بتستدعي ان التغيير يكون بدري شويه. لكن الراجل ده بيستحمل ظروف صعبه جدا، يعني ظروف عنده فرقه كامله، ظروف مش طبيعيه صراحه. اول مره اشوفه متعصب كده، يعني لو هو مش هيقول الكلام ده احنا لازم نقوله ان هو الاصابات بشكل مبالغ فيها جدا. عنده تيم، انا قلتها من اول الجول حتى النهارده كمان في المباراه. احمد فتحي كمل التيم، اضطر ان هو يعمل تغيير اضطراري في 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 المباراه. ده لا يبخس حق الاتحاد السكندري اكيد طبعا. لا، نادي الاتحاد عمل مباراه جيده جدا، استغل المساحات اللي كانت موجوده في خط ظهر النادي الاهلي. لما النادي الاهلي شيء طبيعي كان محتاج ان هو يعوض النتيجه، فتح خطوطه وما قدرش يستغل الفرص اللي جات له. لما ما تستغلش الفرص اللي جات لك اعرف انك في وقت العقاب يجي لك. بالظبط، العقاب جه وجه قاسي جدا النهارده. يعني الاهلي كان في اول ثلث ساعه كان يقدر يسجل هدفين او ثلاثه ويخلص المباراه لكن ده ما حصلش. في نادي الاتحاد دخل في المباراه، وحتى الان لما رجع ونزل في الشوط الثاني البدايه كانت غير موفقه. يعني انت خسران 2-1، محتاج انك تنزل تسجل يجي تتعادل، دخل فيك الهدف الثالث وتوقيتها برضه مبكر جدا. بالظبط. فيعني يمكن الشوط الثاني بدا عكس ما النادي الاهلي كان بيتمنى. يعني بعد صدق. طيب عماد ركز على انه محمد شريف كان يستحق ياخد فرصه بدري شويه. طبعا شريف كل مره بينزل بيدي اماره، والتوقيت محتاج طبعا عشان تحكم عليه بشكل اوسع، خاصه في ظل عدم توفيق كان واضح لبعض الناس يعني. لكن انت بتنزله فرق هدفين في توقيت متاخر، هو عمل اللي عليه. يعني واحد من الناس هو محارب، وطبعا كابتن وليد نجم المباراه، ها، وكوليبالي احطه من ضمن النجوم رغم الاهداف اللي جت، لكن حتى الكوره ده جون جميل جدا في رؤيه صحيح. يعني هو شاف ان اللعيبه حاجزه الرؤيه عن حارس المرمى حطها في الفاضي بس. اهو هي دي بقى ونفس كوليبالي. شوف القدرات الاسيست اللي عمله كوليبالي ده بتاع الاسماعيلي بالظبط اللي حطه ازاري. دي القدرات الفرديه اللي عند لعيبه تحل مشاكل، اللي انا قلت بعض اللعيبه تفتقد القدره دي. الاهتمام يا استاذ ابراهيم صدقني هو اللي بيولد. امسك القلم كده، ها، واحس انك مالكش مزاج تكتب، هتطلع كلام ماسخ قوي. طب انت بقى عايز تكتب ومركز قوي في معاني عماله تجري، وانت نايم تروح صاحي شاطب على كام سطر ومغيرهم، صح ولا لا؟ صحيح. طيب مشاكل كارترون كانت كتيرة في إصابات اللاعبين خاصة في الدفاع، لكن الاتحاد هو استحق المكسب. ده رأي الكابتن أيمن يونس في أون سبورت. نشوف. هو استحق طبعا. بعد ما سمعنا كارترون وحلمي طولان، الفارق كان إيه؟ الفارق كارترون كان مغلوب على أمره، ظروفه، إصابات لعبته، مشاكله جوه الملعب اللي حصلت في المباراة خلته عنده مشاكل بالذات في المنطقه الدفاعيه. نص الملعب الدفاعي بتاعه سيء جدا. انا حاسس ان الوقت طبعا عندك ضيق قوي، لكن كابتن حلمي طولان ومعاه كابتن ممدوح المحمدي عملوا مباراه عمرهم. نص الملعب زي ما اتكلمنا قبل المباراه ان نص الملعب هو سر مفتاح فريق الاتحاد. النهارده بصراحه لازم نتفق على ان داووده ونور السيد وكريه عملوا مباراه عمرهم، وقدامهم طبعا رزاق سيسي. يعني ازاي عرفوا بالذات بعد اول 20 دقيقه زي ما قال الكابتن عماد، ان اول 20 دقيقه كانت السيطره واضحه قوي للنادي الاهلي. لكن من التطور من بعد 20 دقيقه السيطره، الكابتن حلمي طولان اعاد تنظيم صفوفه، ادى حريه اكتر لسيسي. فن تحرير سيسي هو سر من اسرار المباراه. ذكاء داووده في عمليه الاستلام، دايما داووده هو اللي بيستلم وبيطلع. حلمي طولان عمل مباراه عمره مع لعيبته النهارده، اعتقد يعني مش هيحلموا باكتر. ده صحيح. كده مش عشان احنا بنتكلم على الاهلي، لان احنا يعني نقدر نتكلم براحتنا قوي على الاهلي، لكن الاتحاد عمل ماتش، استغل الموقف صح،
استغل المساحات صح، استغل عدم الحده صح، امتص صدمه البدايه وخطورتها. التوقيت كمان خدمه، والتوقيت خدمه، والتوفيق، التوقيت والتوفيق. ما انت كل مش كل كره بالعرض هتعدي بالمنظر ده. يبقى اللعيب حتى انت لما تشوف الجون الثاني اللي جه، الكره كانت اقرب للمدافع الاهلي، اعتقد كان صبري رحيل اللي جه من وراه خالد قمر حطها. لو هو مش خايف يحط رجله زي ايمن اشرف اللي حطها في نفسه، المفروض ده كان هنا الاراده بقى واحترام الموقف الدفاعي، ده كان المفروض يروح عامل دحلقه ومطلع كره كورنر او زقها، انما هو خاف او في ذهنه انه وانا مالي يابا، يعني استنى لحظه يمكن تعدي، جاي التاني من وراه حطها. انا بقول لك، وهو جزء من عدم التوفيق، خلي بالك انك تحط امالك على لعيب ما يديكش اللي انت عايزه في المباراه دي. مش معنى كده هو لعيبه لانه كان متوازن. هاتها تاني والنبي لو سمحت، هاتها من هنا هتبان واضحه قوي. شايف؟ خاف يمد رجله على الكوره، خاف. وبعدين انا مستغرب على هاني برضه. هاني رقص نفسه. لا هاني هاني لعب على توقع ان افكر انه هيطلع لبره. لا ما لعبش على الكوره، وضعيه جسمه يترقص على طول. ما هو وضعيه جسمه ليه؟ هو متهيئ ان ايه لبره، التاني هيجري على بره اسبقه بخطوه، فغير رايه. لان هو سيسي دريبلر مش موجود النوع بتاعه كتير في الدوري، وخصوصا في النادي الاهلي. فوت ورك عنده كويس، ويمينه زي شماله في الدريبلينج، وبيغير اتجاهات جسمه. هو عمل ماتش استثنائي برضه، مش هو ده يعني لو هو كده على طول يبقى اهم محترف في الدوري. لكن انا بقول لك ان اللعيبه برضه نوع من قراءه، مش لو انت خايف يعني من الاول مركز عليه، انت مش هتقابله بجنبك عمرك. انت لو اي لاعب يا استاذ ابراهيم تدي له جنبك يبقى رقصه. صحيح. طيب نشوف راي الكابتن حماده صدقي في النيل للرياضه. اول هزيمه من مستر كارتيرون من ساعه ما مسك النادي الاهلي في افريقيا، وكدوري عام كبطوله عربيه في المجمل. بالظبط. ودي بتخليه يبص كويس على على البدلاء، الحاله بتاعتهم عامله ازاي. واضح ان هم بعيد خالص عن تفكير مستر كارتيرون لما بيجيبهم في وقت هو محتاج يبقوا موجودين. ما لقاهمش النهارده، ما لقاش بيخزلوه، ما لقاش هاني، ما لقاش صبري، ما لقاش اكرم، ما لقاش مروان. نقط كثيره ونقط مهمه جدا في الملعب، ما لقاش الحاله الفنيه والبدنيه اللي هي تشيل النادي الاهلي. النادي الاهلي بيلعب دايما على الثلاث نقط، ففي مناطق في الملعب كثيره مش على المستوى. واضح لما مروان لسه ما جهش، يعني حتى بيعاني، شفناها في الاخر. طب هو انت مصاب، ما تخرجه، يعني في حاجه في السمانه، حاجه في الخلفيه، واضح مش قادر يجري. لعبت النادي الاهلي النهارده، النادي الاهلي مميز زي ما قلت لك بالاستحواذ، الضغط بتاع نص الملعب الغير موجود. يمكن سببه وليد كويس جدا، بس ممكن يكون سببه وليد. وليد كان بيلعب يمكن تحت مروان بنسبه عاليه، مش صانع اللعب اللي بيقف قدام الاثنين ديفندر اللي يبتدي ياخد ويدور الكوره. لا، وليد عنده الحته الهجوميه اكتر، شادو سترايكر. الضغط بتاع هشام محمد واكرم ما كانش على المستوى الجيد. الاهلي دايما بيعتمد على الاطراف، يعني انت عندك معلول مفتاح لعب النهارده صبري مش مفتاح لعب. احمد فتحي اتصاب وخرج، هاني يمكن طلع في واحده او اثنين، وارتداده في شارع في المنطقه دي كان بطيء. لا بيرجع بس محدش بيغطيه في المنطقه دي. احنا دايما بنشوف النادي الاهلي بتلاقي وليد بيلعب في جنب، وتحتيه مثلا علي معلول، الاثنين بيرجعوا مع بعض بيعملوا ستر دفاعي. اسلام محارب بيرجع مع احمد فتحي، عاملين جبهه دفاعيه وهجوميه. النهارده في خلل. طيب كابتن حماده صدقي عنده تحفظات على كارتيرون في بعض المواقف، لكن قال انه دايما وابدا اكبر ميزه في الاهلي تكتيكيا الاستحواذ. اعلى ما بيميز الاهلي هو استحوذ امبارح، انه يستحوذ، بس استحواذ وفي فاعليه، لكن لما بتفقد الكوره انت مش موجود. انت خسرت
وخسرت 4، بس عندك ميزه كاهلي هي اللي قال عنها الكابتن عبد الظاهر السقا في النيل اللي رياضه نشوفه. النادي الاهلي بكره هتلاقي مفيش حاجه خالص تماما. النادي الاهلي مش بيتاثر جامد بالمشاكل، يعني من انديه اللي بتعرف تقف تاني وترجع تاني وبسرعه. يعني حتى داخل النادي الاهلي ما بتلاقيش فيه ربكه، ما بتلاقيش فيه خصومات، مش هتلاقي قرارات، هتلاقي بقى مش لا لا مش تلاقيها في النادي الاهلي. حتى لو دي بتحصل داخليه، حتى لو دي حتى ما بتلاقيش لعيب طالع يقول حاجه خارجه عن النص، ما تلاقيش مدرب يطلع يقول حاجه غير النص، وتلاقي داري حتى يطلع يقول الجلاله. هي دي قوه النادي الاهلي، هي دي قوه النادي الاهلي، انه بيعرف يرجع بسرعه لانه عارف طريقه. ماتش خلص 3 بونت خلاص، لكن الموضوع في ايد اللعيبه اكتر. يعني الموضوع في ايد اللعيبه اكتر، يعني الموضوع وانا راهن ان النادي الاهلي براهن عليهم، لانهم عندهم الخبرات الموجوده كلاعبين موجودين ان هم يقدروا يرجعوا، لان حسام عاشور موجود، كابتن فرقه شريف اكرامي حتى هو قاعد احتياطي، شوف بيعمل ايه وقلبه على الفرقه ازاي. النادي الاهلي عارف ان مصلحته لعيبه النادي الاهلي، عارف ان مصلحته لما يبقى كويس. خلي بالك في فرق ان انا كلاعب ببص لمصلحتي انا الشخصيه وتارجت وده مطلوب، لكن في فرق ان انا عندي رقم واحد النادي يبقى فوق وانا تحتيه. طبعا النادي الاهلي في الحته دي، يعني لازم يرجع تماما قيمته في انه يبقى رقم واحد، قيمته ان هو دايما يبقى قدام، قيمته انا كلاعب بتيجي بعديه. فالحته دي موجوده موجوده في النادي الاهلي، عشان كده مش قلقان عليه. ودايما دايما النادي الاهلي بيجي في المواقف الصعبه القوي وتلاقيه انطفض بشكل كبير كمان. وانا شخصيا بقول ان النادي الاهلي في مصلحته انه يتغلب النهارده، تفوقه إيه لما بتكسب على طول بيحصل عندك نوع من ان انا اللي هو خلاص ما انا كسبان خلاص. انما ساعات بيحصل مشكله تفوق الناس. ساعات اللعيبه تقعد مع بعضها، هو في ايه؟ واحد يصارح التاني، مدرب يصارح اللعيب كان لسه منتظر عليه انه يرجع تاني، فياخده في الاوضه يديله يقول له لا انت مش في مستواك، انت لما خدت تيشيرت في فوقت حساب كويس جدا للعيبه. وقت انا شايفه ان الماتش النهارده في صالح النادي الاهلي في افريقيا. انا متفق مع ما يراه كابتن عبد الظاهر السقا في كل كلمه، ولو اني ما برضاش قوي حته من مصلحه اخسر، لان هو رب ضاره نافعه، ما فيش عايزه مناقشه.